لكن تسمع لقول الله تعالى: أليس الله بكاف عبده؟ الحين النبي عليه الصلاة والسلام ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن من قرأ المعوذات، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، في صباح أو مساء 3 مرات كفتاه. وأنا أستغرب من اللي يقرأ أذكار الصباح وأذكار المساء ثم يقول خاف من العين، ما يطلع، ما يروح، ما يجي. طيب أليس الله بكافي عبده؟ الله كافيك، الله حافظك، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. خلاص أنت في حصن، أنت في درع، الله عز وجل حافظك. بعض الناس يخاف يطلع يروح يجي، ولا يحضر عزيمة، ولا يحضر مناسبة، يقول أخاف من العين، أخاف. طيب أليس الله بكافي عبده إذا قرأت أذكارك؟ إحنا عندنا مشكلتنا التوكل بصراحة ضعيف، نؤمن أن العين حق، النبي عليه الصلاة والسلام يقول العين حق، لكن إذا صار عندك توكل قوي، أقوى التوكل، فتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم. الله عز وجل يراك وحافظك، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. قال: فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، ما قال السميع البصير بحركاتك، بسكناتك، بتنقلاتك، أو المحيط بك، لا، قال أرحم الراحمين، يحفظك برحمته. لك والله العظيم ترى الخوف والحذر انك ما تطلع ولا تروح ولا تجي من عينه ومن غيره ووسوسه، ترى لا تقدم ولا تاخر، لا تدفع ضر ولا تجلب نفع، لا تاخر موت ولا تقدم موت. والله هي حياه واحده، وانا اخوك اذا ما عشتها كل فله وناسه في طاعه الرحمن في المباحات، ترى هي واحده، ما هي بخمس ولا عشر، واحده فلها. التقي على خير ان شاء الله باذن الله. توصم شيء ولاش؟ امان الله. الله هلا بركعتين الضحى، الله هلا بركعتين.